is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم، وان شاء الله هذا الفاكسين اللي قلينا ونتحرروا شويه من هذه الحبسه اللي تحبسنا. دابا غادي نبداو على بركه الله نقولوا المقادير. عندنا هنايا 5 البيضات، وعندنا هنا واحد فانيا وجوج خمارات، وعندنا هنايا فشار الليمون، وعندنا هنايا الدقيق، وعندنا الكوك خيزو محكوك، الزيت كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب. وغادي نبداو على بركه الله دقيق حسب الخلل. دابا غادي نهرسوا البيضات. دابا غادي نخلطوا الخليط ديالنا ونديروا فيه السكر باش يجينا ساهل في التحراك. ماوريتلكمش الليمون حيت ما عصرتوش، غنعصرو ونعاود نقدمو لكم. غادي نديرو لافاني ديالتنا باش نوضرو ريحة البيض قبل ما وغنديرو قشرة الليمون ديالتنا، احكوها بفغيمون رقيق 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 ديالها ونحركو. نديرو الزيت ونديرو الحليب، ودائما نبقاو نحركو. غنزيدو الكاس ديالنا ديال الليمون، نرميو الكوكو، نرميو خيزو، ونخلطوا الخليط ديالنا مزيان 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 مزيان. وغتجي المعلمه الدواقيه تزيدنا الدقيق شيئا فشيئا. يعني الدقيق شيئا فشيئا، زوينات شيئا فشيئا. يلا سير على الله، حركي عفاك معايا. المرحله غادي نزيدوا الخمارات جوج ونغربلوهم مزيان باش ما يخليوش لنا الكواري في الكيك، ونديرو هكا. هي اخر حاجه في المراحل اللي غنديرو ما الكيك. بعد ما خلطنا الخميره غادي نخويو هكا الكاطو ديالنا. هي درنا جات حامضه، هادو لي كلاصون اللي كنت درت معكم داك العام ديال الحامض. وهنايا درت جوج ماندارينات معصرين، ودابا غادي نزيدو عليهم شويه ديال السكر باش نصاوبو السيرو اللي غادي نديرو غادي نديرو فوق الكيكه ديالتنا باش نشبعوها باش تجينا رطبه. ما تكثروش السكر لانه ديجا الكيكه ديالتنا، ولكن عندي هنايا يعني الناس اللي كيبغيو السكر. فوالا دابا غادي ندير ليها هكا ونخليها بشويه بشويه حتى يتجمع يطلق الحامض ويولي انسيرو ولا قطر، نتوما شوفوا واش كتسميوه. الكيك ديالنا وجد، دابا هو سخون والقطر سخون ونخويو عليه باش يشرب حدو سخون. شويه ديال الكوك،
غير شويه ما تغطيوش، غير شويه بس غابل داكشي اللي كاين لداخل. فوالا صافي، ودابا نبقى غير نقول لكم شنو هي طيبه، جربوه وردوا عليا الخبر، ولكن غنحلو باش تشوفوه من الداخل كي داير. غنتسنى غير يبرد شويه على حقاش الا قطعتو دابا غادي يخسر ليا. هو الكيك ديالنا بعد ما برد غادي نقطعو منه شويه، ما يخلعكمش الا كان بحال هكا هابط حيت راه فيه خيزو، خيزو ثقيل. دابا غادي نوريكم كي كيجي من الداخل، وما نقولش لكم على واحد الطيبه كتكون فيه من داكشي الخرج. ها هو غزال، ما قديتش ندوق نكذب عليكم، والمعلمين الذواقيين قال لكم ما فيهم ما يدوق، يلا تغداو. مي غادي نحطو به هتاي اللي بغى ياخذ منه طريف.